جاني يوتيوبر مشهور الى الانستغرام وطلب مني نعمل اختبار دخول كلان لاول فتاة تتجرأ لعمل تاست لدخول كلان جيكسو اللي هو الريل ارمي. نخليكم مع الحدث، ليتس جو. نستناو ادم خويا بعث لي ميساج في الانستغرام قال لي رواه ضروري، باينه راه يعيط لي تيست كلان ولا كشفته ولا ستريم سنايب. نعرفه انا ادم صاحبي ونعرف هو بعث. واش ادم واش اخويا 1000 ميساج بعث عملي في الانستغرام واش هي هذا واش كاين خويا؟ اليوم جبت لك هاد الكوزين هذه شفتيها. شكون وهرانيه ولا ليجند؟ وهرانيه تستيها باش تدخل الكلان. هي تلعب راهي مقوده على الاخر، تستيها اون في اون قابل باينه، زعما راح تكون اول فتاه تدخل الكلان. ايه انا عندي شك سيري ما عرفتش. المهم تستيها يا خويا. مرحبا، دوك ندير لها التست. انت عطيني الشروط برك باش تدخل الكلان. شوف اذا جاوبت معاك فوق ربع جولات راح تدخل. يعني ربع جولات صفر ولا احمر كيفاش؟ لازم احمر، ما كانش اصفر، ما عندناش الاصفر. باهي اي تفتح مو ثانيه مو ورانيه. اوكي شوف سما درك هي تفتح الروم ولا انا اللي نفتح الروم؟ روح افتح تاع برك اذا عندك. عندي هيا جوك باهي، دوك نفتح ونبعث لكم. اي مري قلت لكم يا خاوتي، قلت لكم ادم كي عيط لي باينه فيها تيست كلان ولا كاش عفساك، ما يعيط ليش على حاجه فارغه. من الاخر يا نصوروا فيديو يا تيست كلان يا حاجه سوبر بيرفكت. يلا نفتحوا الروم. وها قد فتحنا الروم. اصبر نفتحوا المايك باش كي ندخل ادم يكون داك الشيء هربان. يلا تعال يا ادم تعال. ايوا واش ادم وادم امديش عشيري؟ هل انت جاهز؟ انا جاهز نعم. شوف راني نعول عليك. ضروري يا صاحبي. هيا جو يا جات الفتاة. يلا مرحبا. شوفوا يا اخوان راح نعمل لها التست يعني بتاريختي الخاصة. يلا دات هيد. اوه شايف شو عم تعمل؟ والله شايف انه الموف مو عندها شوي ملخبط. يلا نحتاج الخفة في الكلان يا وهرانية، لازم تكون عندك خفة. هيت شوية عندها تلخبيط بالتلقى. لحد الان انا شايف انه خصمي شوي ضعيف يا اخوان، نظن انه مرتبكة والله يعني خايفة لعبة بستريس يعني تخلطت شوية. جات قالت لادم ندير تيست كلان جاب لها الام 10 ضروري راح تكون شوي خايفة، ولكن عادي. شوفوا يا اخوان راح ننزل شوية الليفل تاع اللعب معاها ونشوف هل تستطيع او لا تستطيع، يعني تستحق الدخول للكلان ولا لا. نلعب لها وان دبليو ام بي. لا انا نستهزئ بها ما جاياش. هاي يلا. تحمست هيد ملقلقة شوية. والله ملقلقة. شتو التلجة كيفاش تحطها؟ خليني نلعب معاها. شو وات ذا فاك. يا خاوتي شو ضربتني هيد بالصراحة ملقلقة كتير. معليش نعطيوها فرصة. يلا هيد الى اللقاء. باي والله يا اخوان شويه صعبه الدعوه، شاكك انه ما راح تجيب ولا جوله. اذا ما جابت ولا جوله شوي صعب، انه مش صعب مستحيل انه تدخل الكلاس. فهمت كيف؟ يعني لو ما جابت جولات مستحيل تدخل الكلاس. يلا ليتس جو الجوله الثالثه ونشوف هل راح يتحسن الوضع وتصير تلعب مثل الهاكرز او لا. نعم انا رايح العب سبيد. اولا لا والله ما سمحت لها حتى انها تحت الف. والدمج 165. شو هاد الكلان اللي راي فيه؟ ديكتاتورز. والله يا اختاه لو بقى لعبك هيك غير بقاي في هاد الكلان تاع ديكتاتورز. والمشكل انه ما دخلت معاه حتى بحسابي، يعني داخل بحساب صديقي لما يعرف هذا حساب الاول في المغرب. كنت ناوي نصور فكرة كالعادة. ادم يجيك تعال كاينة حاجة. يلا شوف الكونيكس. وو على لقطة. يا له من ايمن خنفشاري. يلا ايتها الفتاة. نظن انها حسنت الانترنت.
حسنت الانترنت ولكن لعبك لا يزال لم يتحسن، لهذا انصحك بتحسين اللعب. يا شوفوا خاوتي، الانترنت يعني تلعب دور كبير في اللعب، ولكن انا خبطة 5-0. يعني لو كنت العب اضعف انترنت وما نخسرش بهذا الخسارة. ممكن ما راحش تخسر، واحد ما قال ان راح تخسر، قادر تتحول في اخر دقيقة وتجيب لك ايم جامي. خاوتي شك كبير ان راح تخرج من الروح، انا شكيت ان راح تخرج من الروح، لا ما خرجت. اسطورة عندها الثقة في نفسها. شو حمرتها بالاصفر يا صاحبي. وو والله لقطه مهبوله. جيجي الوهراني والله يا خاوتي، ضربتني بوانطات راسي طار، ما فهمت والو. قلت لكم راح تتحول وتصير تلعب مثل هاكي هيت. لا وش ضيعت. شوف هذه اللقطه، يعرفها الا البرازيل. شتو الموفمنت؟ لا يا اختي، اضربيني هيد يا اختي. شو حتى الايم عندي وصار. والله الايم صراحة صار ميزقل. قلت الايم صار زبالة، الايم رجع مباشرة. بقى ولا زوج جولات. شوفوا خاوتي، انا بيني وبينكم الى جابت زوج جولات راح ندخلها للكلا من الاخر. شفتوا زوج جولات ندخلها للكلا، هاد الجولة تجيبها وزيد تانية، مش يصير سكور 6-2، لا يعني تجيب 3 جولات، يصيروا عندها 3 جولات. ادم قال لك 4 جولات ولكن انا قلت لك 3 جولات. والله ضربتني هيد. جيجي لا هكا راني نتمسخر بها، ما تصلحش. اوه هيد يا ودي، لو طيحتك هك غير راح يعتزلي والله. شوف هيد، خليها تخدم دمها. خوتي راني لاعب معاه بريتم ضعيف والله، نقوي له الريتم ما راحش تدي ولا جولة مثل هيك. والله كون قوي له الريتم ما راحش تعرفني حتى منين راح نخرج في التلج. للاسف خاوتي لعبها الصراحه ما عجبنيش، هي لعب كفتاة راهي تلعب الله يبارك، بصح باش تدخل الكلان اسمه الريل ارمي لكل الناس تتمنى تدخلو راه خاصك تكوني تلعبي، فهمت؟ وهذا الشيء منطبق على الكل، يعني خاص تكون عندك موف ويكون عندك ام مقود تدخل الكلان عادي ما فيش مانع، وماذا بينا يعني ندخلوا اساطير الكلان. يلا نعطيها فرصة، راتش نعطيها فرصة. هيا اضربيني وان طاب، اضربيني ضربتك وان طاب. هي خوتي للأسف لعبها ناقص. اه بيستخدم دمها، هبتني هيك. يلا يلا اخدمي دمك. شوف يا طيحيني، نحاولك ما حبش طيحني خاوتي. هادي هيد طار لها الكاسك.
شو خوتي دي درفتات كلان زي ما صح. واو 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 شاد الهيد والصوت ما تسمعش يا صاحبي، الصوت ما تسمعش. ليجند نيفر داي، واش رايكم خاوتي؟ للاسف خاوتي لعبها ما عجبنيش، ما نكذبش عليكم ثم الصراحه. المهم خاوتي كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. واش رايكم خاوتي نعملوا سلسله هيك سلسله يعني اختبار المتابعين اللي دخلوا الكلان جيكس ونختبركم انتوما يعني، واللي لقى لعبه مقود ندخلوا الكلان. وتاني حاجه اعطوني رايكم اذا تدخل هذه الفتاه الكلان ولا لا، يعني انا عارف اغلب رايكم كيف راح يكون. كان معكم ام ديس، تهلاو.